هلا، شلونكم؟ معكم طارق العسكر من قناة أوربن كويت. اليوم حلقتنا بالاستديو راح نتكلم عن تصوير لبيوتي أو اللي يكون بيوتي لايتنج. طبعا راح نستخدم فلاشات، راح نستخدم فلاشين اليوم، الـ AD200 مع بيوتي دش عشان يعطينا ليت على الموديل. فالبيوتي دش يعطينا إضاءة متساوية حق الموديل، وعشان عندنا باك جراوند بنحط ليت يطق على الباك جراوند عشان يعطينا لوك حلو. يعني الحين راح نستخدم الفلاش اللي ورا ونحط عليه جل عشان يغير الالوان. طبعا هذه الميزة اذا كان عندك باك جراوند رمادي تقدر تغير الوانه، او اي باك جراوند يكون غامض، بس احسن شيء يكون يا اسود يا رمادي عشان يعطيك الوان. البيوتي دش اللي قاعد نستخدمه هو الجودوكس AD200، حاطين القوة مالته على 1:16، والجلات اللي ورا نبيهم شوية أقوى عشان نطالع اللون، فحاطهم 1:8. والحين راح تشوفون الصور. هذه حلقتنا اليوم اللي تكلمنا عن بيوتي لايتنج وبعدين جل لايتنج، ونشوفكم بالحلقة الجاية إن شاء الله. ولا تنسون تسوون لايك شير وسبسكرايب، ونشوفكم الأسبوع الجاي.